خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره، وحساب يلا كوره على تويتر بيتكلم عن محمد الشناوي سيشارك في المران الجماعي بدءا من الغد، ومن الممكن ان يدخل قائمه الفريق امام مصر المقاصه. كلام صحيح جدا جدا، ومن الوارد ان هو يشارك في مباراه المقاصه، حالته بقت كويسه ان شاء الله باذن الله. لو ما اشتركش في مباراه المقاصه او ما خدش بعض الدقائق هيبقى بس كجانب احترازي مش اكتر، لكن هو بقى سليم تماما طبيا، وهيبان بكره جاهزيته البدنيه للمباراه. اعتقد هو جاهز ان هو بيتمرن كتير جدا في الجيم وبيتمرن كتير جدا مع نفسه، عشان هو دايما عايز يبقى جاهز ودايما عايز يبقى موجود في الملعب، واحسن حارس في افريقيا نتمنى طبعا تواجده. وفي نفس الوقت يعني لازم نشيد كل الاشاده بعلي لطفي اللي قدم مباريات كويسه جدا مع الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. هنا برضو تطرقوا لبيرسي تاو وقال ان هو مش هيكون متواجد في مباراه المقاصه، وممكن يكون متواجد في قائمه مباراه سان داونز. انا بقول لحضراتكم ان من الوارد برضو ان بيرسي تاو يكون موجود في مباراه مصر المقاصه كبديل، من الوارد، لكن بنسبه كبيره في مباراه سان داونز ان شاء الله باذن الله برضو يكون موجود، لانه لعيب مهم قوي. تخيل احنا في كاس العالم لو كان معانا كمان بيرسي تاو، الشناوي، اكرم، بدر، بنون، يا نهار ابيض، ممكن ناخد كاس العالم. مش تقليل برضو بالناس الموجوده، الناس اللي موجوده عملوا كل اللي قدروا عليه في الحقيقه، ولاعيبه كبار قوي. تعالوا بقى الخبر ده، كوره بلس على تويتر، حقيقه طلب موسيماني رحيل ميكيسوني. يا جماعه لازم نقول لحضراتكم توضيح في الجزئيه دي، لان الاخبار انتوا عارفين دايما لما تلاقوا لعيب لسه في بداياته مع الاهلي مش موفق، فتلاقي الكلام كتير ده خلاص هيمشي وموسيماني طلب رحيله، وان الاهلي بيدور على لعيب اجنبي جديد وكلام من ده. الكلام ده لحد دلوقتي غير حقيقي بالمره، وموسيماني عنده ثقه كبيره في ميكيسوني، ممكن لسه ما اندمجش بشكل او باخر مع الفرقه، لكن مش معنى كده ان هو لعيب سيء. احنا شفنا ميكيسوني عمل في الاهلي ايه في ماتش سيمبا هناك، والاهلي مش بيجيب عشان ماتش واحد، لا، كان في متابعه ليه وتقييم ليه بشكل كبير جدا، وكان في تلاقي في الرغبات ما بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي وما بين موسيماني في التعاقد مع هذا اللاعب. فهو لاعب مميز هتبان قدراته خلال الفتره اللي جايه، التوقيت المناسب اللي هيتم الدفع بيه طبقا لرؤيه ووجهه نظر موسيماني باذن الله يكون موفق فيه ميكيسوني، لان هو فعلا لعيب جيد. فاي كلام حضراتكم هتسمعوه على رحيل ميكيسوني والتعاقد مع لاعب اخر وكلام من ده كلام كله الاستهلاك فقط ليس الا، وملوش اي اساس من الصحه. فموسيماني ما طلبش اطلاق الرحيل ميكيسوني خلال الفتره الحاليه يعني. خلينا كمان نروح للوطن سبورت، ونفس الخبر تقريبا كان معانا امبارح، وهو خاص بان اليو ديانج جاي له انديه انجليزيه وهولنديه تتابع اللاعب وكلام من ده، والاهلي طالب 8 ملايين للرحيل. بيني وبينكم يعني بحاول رايي يعني، النادي طبعا هو ليه وجهه نظر يعني، لكن اقل من 8 مليون لا، ده اليو ديانج يستاهل اكتر من كده كمان. لعيب ما شاء الله عليه تقيل قوي، لكن دايما بيبقى فيه رؤى مختلفة، استفادة مادية وازاي تقدر تستفيد وازاي كلام من ده، والاستفادة الفنية هي الأولوية يا جماعة عند النادي الأهلي. بالمناسبة الأهلي مش نادي استثماري، أنا بقول لحضراتكم التفكير ماشي ازاي، إلا لو أنا هقدر أعوض اللعيب بلعيب ما يقلش عنه في المستوى ولو كمان يكون أفضل منه. لكن برضه لحد دلوقتي والله ما في أي حاجة خاصة برحيل أليو ديانج، وهنفضل في النغمة دي كتير طول ما اللاعب متألق ما شاء الله عليه مع النادي الأهلي يعني، ولسه بدري على الموسم. وزي ما قلت لكم امبارح هو كله كلام وكلاء، وهم في الحقيقه هنا كمان في الوطن برضو قايلين كده في الخبر يعني، ان بعض شركات اللي هي خاصه بوكلاء اللاعبين هي اللي بتقترح رحيل اللاعب. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الجوانب العالميه، لان برضو في ماتشات قويه في الدوري الانجليزي والتشامبيونز ليج، فهنتطرق للجزء ده بعد الفاصل. استنونا.